الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس السابع من مجالس شرحنا على منظومة نغمة الأغاني، وقد شرحنا في المرة الماضية البيت السابع، ألا وهو قول الناظم: وروضة الأريض السجع في القريض. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والشعر ديوان العرب، وكم أنال من أرب. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقدمة أخرى تتعلق بفضل الشعر ومكانته في اللغة العربية، وكيف اعتنى به أرباب الأدب وأهل اللغة والعرب قديماً وحديثاً. ولما كان هذا هو الشأن، أحببت أن أتوقف نوعاً ما في هذه النقطة وأستفصل فيها بحسب ما تعون وبحسب ما تفهمون، لا سيما وأن الشعر لا بد وأن تدرسوه في اللغة العربية، سواء من باب الاستشهاد أو من باب الدراسة التخصصية، ألا وهي العروض ودراسة الأوزان وتقسيم الشعر وغير ذلك. أولاً، الشعر معناه كلام موزون مقفى، هذا التعريف هو المختصر والأيسر في الحفظ والفهم. هو كلام، مر معنا بيان الكلام، موزون أي لا يخرج عن أوزان معينة، وسيأتي بيانها، وهي 16 وزنا. مقفى أي ينتهي بحرف واحد، وقد ذكر ابن خلدون المعروف المؤرخ العالم عندما كان في معرض كلامه عن الشعر، قال كلاما فيه تعريف للشعر وكذلك تخصيص لبعض الحدود المتعلقة به. فقال ابن خلدون رحمة الله عليه: هو كلام مفصل قطعا قطعا. هذا واضح، فحتى أنت لما تنظر إلى قصيدة شعرية تجدها مقطعة من جناحين، جناح أيمن وجناح أيسر، ويكون كل الكلام الموجود في هذا في هذين الجناحين له نفس الوزن ونفس القافية. نعم، وقد يخرج عن هذا، قد يخرج عن هذا كلا وإنما كالشعر التعليمي أو كالرجز، كثر ما لا تتوحد قافيته وإنما تتوحد في البيت الواحد وليس في كل القصيدة، كما هو الشأن عندنا في هذه المنظومة التي بين أيديكم، وهي من بحر مجزوء الرجز، وليس الرجز، مجزوء الرجز، سيأتي بيان معنى المجزوء والمنهوك وغير ذلك. نعم، يقول ابن خلدون: متساوية في الوزن، متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة، وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم، أي عند أهل الاختصاص وعند العرب، بيتا، تسمى بيتا. ويسمى الحرف الأخير، يعني من القصيدة، الذي تتفق فيه راويا أو قافية،
الحرف الأخير يسمى الروي ويسمى كذلك بالقافية. هذه حدود مهمة. الروي، الروي والقافية. قال: ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة. وهذا مر معنا في بيان أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام الطويل، كأن تقول ألقى الإمام كلمة وأنت تقصد خطبة، وليس كلمة وإنما كلاما طويلا وفقرات. نعم. يقول ابن خلدون: وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه، أي هذا عادة ليس دائما، أي أن كل بيت من القصيدة يفيدك معنى كامل، معنى تام، معنى عربي كامل يحسن السكوت بعده. ولكن ليس دائما، فأحيانا الكلام لا يتم إلا ببيت ثاني، سيأتي الأمثلة، إلا ببيت ثاني أو ثالث. طيب، يقول: حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده، وإذا أفرد كان تاما في بابه في مدح أو نسيب أو رثاء، وسيأتي هذا في بيان أنواع الشعر. إذن الذي يهمكم وخلاصة كلام هذا الإمام أن الشعر كلام عربي مفيد موزون ينتهي بروي واحد وبقافية واحدة. واضح. ما حكم الشعر في الإسلام؟ هل هو حلال أم هو حرام؟ لا شك أن هذا ينظر إليه بتفصيل. أولا، الأصل في الشعر في الإسلام أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، وفي ذلك أدلة كثيرة، من بينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. إن من الشعر لحكمة، هذا دليل أول. والدليل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده صحابة يلازمونه وهم من فحول الشعراء، كحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وكعب بن زهير، وغيرهم من الصحابة ممن كان ينشد بين يدي رسول الله في حضرته وفي مجلسه ولم ينكر عليه. هذا دليل. الدليل الثاني أو الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن ليس على سبيل ماذا؟ الاشتهار، ليس على سبيل الاشتهار، لأن الله ماذا قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فرسول الله ليس بشاعر، حتى أن كفار قريش لما أرادوا أن يعيروا رسول الله وأن يقذفوه ماذا قالوا؟ شاعر. ولكن الله برأه فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولكن مع ذلك قال البيت والبيتين أحيانا، كقوله مثلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعر، ولكن هل اشتهر رسول الله بالشعر؟ لا. وغير هذا من الأمثلة. وكذلك من الأدلة على أنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يريد أن يكرر بعض الأبيات التي تعجبه، وقد ذكرت هذا في غير مرة. فمثلا في مرة من المرات كان هنالك غنيمة لا بد أن يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لأنهم فازوا بها، وكانت الغنيمة أحصنة وخيول، فأعطى الأقرع بن حابس
نصيبا، وأعطى عباس بن مرداس نصيبا، وأعطى عيينة بن حصن وهو من الصحابة أعطاه نصيبا، إلا أن عباس بن مرداس نصيبه كان أقل من نصيب الأقرع وعيينة. فوجد عباس بن مرداس في صدره حرج، ووجد وجدا في صدره، كيف هذا يعطيه أكثر مني وهذا أكثر مني وأنا يعطيني أقل من ذلك؟ فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبير مثل العيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. يعني كيف تعطيني هذا النصيب ووالد عيينة ووالد الأقرع في الاجتماع كان أبي هو الذي يفوقهم في كل شيء؟ نعم، لا قال أتجعل نهبي نصيبي ونهب العبير، يعني أتجعل هذه القسمة التي هي خيول مثل هذين الرجلين وقد كان أبي قديما أشرف منهما؟ العرب كان عندهم هذا الشيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتجعل نهبي ونهب العبير مثل الأقرع وعيينة؟ فأخطأ في الشطر الثاني، فقال أبو بكر وكان معه رضي الله عنه: صدق الله عز وجل إذ قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلو كان الشعر حراما ما ذهب إلى تكراره، صح ولا لا؟ لو كان الشعر حراما ما ذهب إلى تكراره. هذا قول. وهنالك قول آخر وهو ضعيف، وهو أن الشعر حرام، واستدلوا له بحديث واحد، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إلى الله من أن يمتلئ شعرا. وهذا يعني كما قال رسول الله، لعل اللفظ ليس هكذا لكن هذا هو الأصل: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إلى الله من أن يمتلئ شعرا. العلماء قالوا هذا دليل في تحريم الشعر، ولكن الصواب لا، إنما أراد بالشعر هنا المحرم، وبالتالي يكون الشعر شعرين: الأول الحلال والثاني الحرام. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه عن الشعر: حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالشعر الحسن حسن، والشعر القبيح قبيح. واضح؟ لكن لابد من أن ننتبه إلى حدود الشعر الجائز وحدود الشعر المحرم القبيح، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. إن كان الشعر حسن وقد اشتهر الشاعر بشعره حرام؟ لا، إذا كان الشعر حسنا واشتهر الشاعر بأنه شاعر لا حرج في ذلك، كما اشتهر كما أشرت قبل قليل صحابة أجلاء بهذا الأمر. وذهب بعضهم إلى دليل ثاني، وهو قول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. لا شك أن هذا الأمر حق، وهو أن من يتبع الشعر قديما ويجعله همه هم الغاوون، لكن الله عز وجل في نفس الصورة استثنى فقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في تمام الآيات، فاستثنى من هذا الشعراء المؤمنين الذين يقولون الشعر الحسن. واضح؟ هذا فيما يخص حكم الشعر. وطالب العلم الذي هو متخصص في الشريعة لابد عليه أن يعتني بالشعر الذي هو ماذا؟ حجة، لأن الشعر ليس كله حجة، إنما هو حجة إلى غاية عهد بني أمية، من الجاهلية
إلى غاية عهد بني أمية الشعر حجة. حجة، ماذا أقصد بكلمة حجة؟ أي حجة في تفسير القرآن. أحيانا تكون عندنا لفظة في كتاب الله لا ندري ما معناها، فلا نجد لها شاهدا إلا في كلام العرب في الشعر، فيكون ذلك الشعر وذلك الاستعمال لتلك اللفظة في الشعر حجة على تفسير هذا القرآن الكريم، فنفسر الكلمة بالمعنى التي أريد به في الشعر. أحيانا كلمات في القرآن الكريم ليس لها معنى في النظر من كلام رسول الله أو من كلام صحابة رسول الله، فنجد استعمال العرب لها في الشعر، فيكون الشعر حجة حينئذ، لكن بشرط أن يكون القائل قصارى عيشه في عهد بني أمية. أما إذا كان في العصر العباسي أو الأندلسي أو غير ذلك فإنه ليس حجة على القرآن. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه اللحن، واللحن هو ماذا؟ الخطأ. اللحن كما مر مع بعضكم في التجويد أنه يطلق على الخطأ، يقال لحن في كلامه أي أخطأ. قال العلماء يستثنى من هؤلاء رجل واحد وهو الشافعي رحمه الله. فالشافعي وإن لم يعش في زمن بني أمية إلا أن شعره حجة في تفسير القرآن. لماذا؟ لأن الشافعي ما كان يلحن في كلامه، بل لم يدرس الشريعة حتى سافر إلى الأعراب وتعلم لغتهم وحفظ أشعارهم، ثم بدأ يطلب الشريعة، فكان أول ما درس الشعر ولغة العرب، ولهذا عنده ديوان قيم جدا رائع جدا لمن أراد أن يقرأ. قلت طالب العلم لا بد عليه أن يعتني بالشعر، أن ينظر فيه وأن يتعلمه وأن يحث وأن يحفظ الشواهد التي استشهد بها العلماء في التفسير وفي النحو وفي الصرف وغيرها. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي: وليس في إباحة الشعر خلاف. وش دار هذا الإمام؟ كأنه قال لك أجمع على أن الشعر مباح. قال ليس في إباحة الشعر خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء كما أشرت، والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير، وتعرف معاني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب. فالنسب والتاريخ علمان مستقلان ولا يخلوان من الاستشهاد بالشعر، فهذا يا جماعة يدلنا على مكانة الشعر العربي، فهو ديوان العرب كما سماه بذلك من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي قال إن الشعر ديوان العرب أو كلاما نحوه. وهنا يستحسن أن نذكر بعض المصطلحات المتعلقة بالشعر. أولاً، أول مصطلح وهو علم الشعر. الشعر علم يسمى في هذا الزمن المتأخر بعلم العروض، قديماً كانوا يسمونه بعلم الشعر. ما هو علم الشعر؟ أحسن من عرفه بذلك وهو قول أحد الفضلاء أنه علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان. علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة، أوزان المعتبرة، لأنه ليس كل الأوزان معتبرة، فهنالك أوزان حديثة ليست معتبرة. مجموع الأوزان المعتبرة 16، وهي التي استقرأها
وحصرها هو الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي. الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو الذي نظر في كل كلام العرب، أعني أشعارهم، ونظر فيه فوجده لا يخرج عن 15 وزنا. هو أسس هذا العدد 15 وزنا من كلام العرب في الشعر. وجاء تلميذه الأخفش رحمه الله وزاد بحرا فصار المجموع 16، والبحر الذي زاده يسمى الخبب، يسمى بحر الخبب، وقيل يسمى المقتضب أو المقتضب، وسيأتي وزنه إن شاء الله تعالى. طيب، هذا المصطلح الأول وهو علم الشعر. المصطلح الثاني وهو القصيدة. القصيدة هي مجموعة من الأبيات جاوز عددها 7، يعني هي قصيدة أو شعر أكثر من 7 أبيات. إذا كان أقل من 7 أبيات كيف يسمى هذا؟ يسمى مقطوعة أو قطعة. المصطلح الآخر وهو القافية. القافية تطلق بحسب ما رأينا على أمرين: الأمر الأول الحرف الأخير، والأمر الثاني الكلمة الأخيرة، فيكون أعم من الأمر الأول. البحر، ما هو البحر؟ البحر هو النظام. لا، الخاطرة والشعر الحر والشعر النبطي وغيره من المصطلحات لا تنطبق على الشعر العربي الفصيح، لأن الخاطرة لا تكون موزونة، والشعر النبطي يكون موزونا ولكن ليس بالفصحى، إنما بكلام الناس العامي، إلا أنه موزون بحسب ما تعرف عليه من الأوزان فيما بينهم. واضح؟ مثل ما ترون الشعر الخليجي والشعر السعودي الذي يكون بعاميتهم بلغتهم، وشعرنا نحن كذلك بالعامية الذي هو موزون، هذا له وزن، إلا أن ذلك الوزن غير معتبر فلينتبه. البحر هو النظام الإيقاعي للقصيدة. وأما الوزن فهو تلكم التفعيلات التي بنيت عليها القصيدة، تفعيلات من بحر واحد. فالبحر أعم، البحر فيه تفعيلات، والتفعيلة هي جزء من البحر. واضح؟ هذا البحر يقسم إلى 3 أقسام: إلى تام ومجزوء ومنهوك. أما التام فهو أن يستوفي البحر كل تفعيلاته، مثلا البحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هذا بحر البسيط، فهذا نقول عنه تام، بحر المتقارب فعول 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 فعول، هذا متقارب، البحر المتقارب فعول 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 فعول، فهذا نقول عنه بحر تام. المجزوء مثل ما عندنا هنا في قصيدتنا التي بين أيدينا، الوزن الذي عندنا مجزوء معناه يذكر نصف البحر، نصف البحر، نعم، مجزوء الرجز، لأن هذه القصيدة الأصل فيها ماذا؟ أنها رجز، مستفعل مستفعل مستفعل، هذا هو الرجز، لكنها هنا مجزوءة، يعني نصف
البحر من كل شطر. واضح؟ هنا عندنا مثلا يقول راجي الصامدي، لما تقسم أنت تجده نصف قولك مستفعل مستفعل مستفعل. نعم. طيب، أما المنهوك، المنهوك هو الذي يحذف فيه الثلثين ويبقى منه ثلث واحد، وبالتالي لا يستعمل إلا من أو على تفعيلتين. نعم. الشعر من حيث الأقسام كثير، وباعتبار الزمن، وهذا يدرسه المتخصصون، أنه جاهلي ثم إسلامي ثم أموي وعباسي وفاطمي وأندلسي وأيوبي ومملوكي. وأما الشعر الذي بعده وهو العثماني، وأما الموجود الآن فهو الحديث، الشعر الحديث، وقد يتجاوز في الحديث كثيرا لأن اللغة العربية تتغير، ولربما أدخل فيها ماذا؟ الكلمات التي ليست عربية، كأسماء الآلات. أردت أن تنظم قصيدة في فضل الكمبيوتر مثلا، الحاسوب، بل ليست فصيحة إنما هي اسم آلة وغير ذلك. وقد ذكر إبراهيم حافظ المعروف الشاعر يعني الرائع الذي أبياته تشبه أبيات العرب القدامى، وهو من المتأخرين، عندما طلبوا منه أن يسمي آلات حديثة يعني صنعت، فبذل وسعا ثم قال أبياتا على لسان اللغة العربية تشكو نفسها، يقول من بين الأبيات التي قالها في تلك القصيدة الرائعة، ابحثوا عنها، يقول: وسعت كتاب الله لفظا وآية، هذه اللغة العربية تتحدث كأنها، وسعت كتاب الله لفظا وآية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، وكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ يعني هذه العربية تشكو كأنها ضاقت عن بعض الأسماء وبعض الكلمات، وهي وسعت كتاب الله وآياته وألفاظه، فكيف تضيق اليوم عن ذكر اسم لآلة استحدثها الناس. واضح. بحور الشعر جمعها أبو الطاهر البيضاوي أو البيضاوي رحمه الله في بيتين يقول فيهما: طويل يمد البسط بالوفر كامل، فسرح خفيفا ضارعا يقتضب لنا، ويهزج في رجز ويرمل مسرعا، من اجتث من قرب لندرك مطمعا. بيتين جمع لك ماذا؟ أسماء البحور. أعيد هذين البيتين لمن أراد أن يحفظ كل أسماء البحور. يقول: طويل يمد البسط بالوفر كامل، طويل يمد البسط بالوفر كامل، فسرح خفيفا ضارعا يقتضب لنا. سنبين بعدها المواطن التي ذكرت فيها الأسماء. ويهزج في رجز
ويرمل مسرعا. من اجتث من قرب، من اجتث من قرب لندرك مطمعا، لندرك مطمعا. إذن طويل يريد به ماذا؟ البحر الطويل، يمد يريد به البحر الممدود، البسط يريد به البحر البسيط، بالوفر البحر الوافر، كامل البحر الكامل، فسرح البحر المنسرح، خفيفا البحر الخفيف، ضارعا البحر المضارع. مفاعيل فاعلاته، هذا وزنه، مفاعيل فاعلاته. يقتضب البحر المقتضب أو المقتضب، ويهزج البحر الهزج، في رجز البحر الرجز، ويرمل بحر الرمل، ويرمل معناه يسرع في المشي كما سيأتي، مسرع البحر السريع، من اجتث البحر المجتث، مستفعل فاعلاته، من قرب البحر المتقارب، فعول 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 فعول، أربعة فعول، لندرك البحر المتدارك، البحر المتدارك. طيب، هذا هو أو هذه هي أسماء البحور، ما هي أوزانها؟ أنا أسرع نوعا ما وأنتم تجدون هذا في التسجيل، وفرغوه واحفظوه. كل بحر، عليكم السلام، كل بحر ووزنه. وهذه الأوزان التي سأذكرها نظمها صفي الدين، يقول في البحر الطويل: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. وفي البحر المديد يقول: لمديد الشعر عندي صفات. أعيد يعني الأمر، خذوه من التسجيل حتى نمشي وحتى نقطع شوطا. لمديد الشعر عندي صفات، فاعلات فاعل فاعلات. والبسيط قال فيه: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. الوافر: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. الكامل: كمل الجمال من البحور الكامل، مفاعلة مفاعلة مفاعلة. الهزج: على الأهزاج تسهيل، مفاعيل مفاعيل. الرجز: في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. الرمل: رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. تنبيه مهم حتى تصل عندك ملكة النظم وملكة الشعر، لا بد من أن تكون لك أذن إيقاعية وسماعية، تسمع بها كلام العرب، بمجرد ما تسمع بيتا تقول هو من البحر الفلاني، لأنه ماذا؟ صار عندك أذن فيها هذا الإيقاع، تخصص تماما كالميكانيكي، بمجرد ما يقول لك شغل السيارة، بمجرد ما يسمع المحرك يقول لك الأعراض ويقول لك سبب العطل الذي فيها. وكذلك الطبيب يقول لك
أصدر صوتا فتصدر صوتا فيقول لك سبب المرض. كذلك الشاعر من كثرة الاستعمال حتى تصير عندك أذن إيقاعية وشعرية. في السريع يقول بحر سريع ما له ساحل، مستفعل مستفعل فاعل. وفي المنسرح يقول منسرح فيه يضرب المثل، مستفعل مفعولات مفتعل. الآن هو ما ذكر لكش الأبيات يعني لأنه علاش كاين حاجة في الأوزان تسمى بالجوازات. الجوازات هذه تسقط فيها بعض الحروف وبعض السكنات، بعض الحركات عليكم السلام وبعض السكنات تسقط، لهذا هنا الأبيات متضمنة لهذه الجوازات. في الخفيف يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فاعلات. المضارع تعد المضارعات مفاعيل فاعلات. المقتضب اقتضب كما سألوا، مفعولات مفتعل. المجتث إن اجتثت الحركات، مستفعل فاعلات. المتقارب عن المتقارب قال الخليل، فعول 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 فعول. نقتصر على هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.